ساكن. انتوا في محاضرات تانية النهاردة بيدياتريك؟ ايوه كرس ساكن. طيب اوكي خلاص ماشي خلاص نبدأ على طول. اهم حاجة بس الصوت يكون واضح. تمام اوكي خلاص. كل سنة وانتم طيبين. احنا النهاردة هنتكلم عن الجونتس. تمام. الجونتس دي عبارة عن كلينيكال ساينز بنشوفها على البيشنت بتوعنا. ايه الديفينيشن بتاعها؟ هي عبارة عن يلو ديسكولوريشن للسكن والسكليرا والميوكس ميمبرين ديو تو انكريز الليفل اوف بلوروبين في البلاد. طيب امتى اوصل اللي بنشوف بيه الجونتس دي بالاي بتاعتي تبقى فيزيبل للاي؟ في النيوبورن. النيوبورن اللي هو اول 28 يوم من البيبي لايف، يعني من اول البيبي اتولد لحد ما يكمل 28 يوم. التوتال سيروم بلوروبين علشان اقدر اشوف الجونتس بعينيا باكتر من 5 ملي جرام بير ديسيليتر. الادرينج الاكبر من النيوبورن بقى والكبار خاصه الاكتر من سنه، التوتال سيروم بلوروبين بيبقى اكتر من 2 ملي جرام بير ديسيليتر. طيب عشان افهم الجونتس بالاسباب الديفرنشال دايجنوزز لازم افهم الميتابوليزم بتاع البلوروبين عشان ده هيعتمد عليه كل الحاجات اللي صاير. اساسا البلوروبين او الهيموجلوبين عندنا من اللي جاي من الاولد ار بي سيز. الهيموجلوبين بيريليز من الاولد ار بي سيز بيدينا هيم. الهيم ده بيتحول عن طريق انزيم اسمه هيم اوكسجينيز موجود في الريتيكلو اندوثيليوم سيستم بيتحول لي الى بايليفيردين. والبايليفيردين ده عن طريق البايليفيردين ريتوكسيز كونجيوجيتد بلوروبين وده على السيركيوليشن. تمام. يبقى انا عندي البلوروبين اكتر اول حاجه بيطلع لي مني من ليه مصدرين. من اللي قلنا 75% بيجي من الهيم اللي هو جاي من الكاتابوليزم بتاع الار بي سيز، او 25% من الهيم ده بيجي من الان افكتيف اريثروبايروسيس حالات الهيموليتيك انيميا، او في حاجات التيشو هيم والهيم بروتين اللي بتطلع من الليفر. زي ما قلنا بيتحول عن طريق الهيم اوكسجينيز الى بايلفيردين، ومن البايلفيردين ريتوكسيز بعد كده بيتحول الى بلوروبين. تمام. وده بيحصل في الريتيكلو اندوثيليار سيستم. البلوروبين اللي بيطلع من الخطوه دي بسميه انكونجيوجيتد بلوروبين. بيطلع في السيركيليشن بيبقى باوند لي الالبوم، يعني مش بيمشي فري في السيركيليشن، بيبقى ماسك في الالبوم. تمام. يبقى البلوروبين في السيركيليشن بيبقى باوند لي الالبوم. تمام. لما كل الالبوم موجود في السيركيليشن يحصل له ساتوريشن، بيبقى بعد كده موجود فري او اكسترا انكونجيوجيتد موجود في الايه الفري فورم مش باوند الحاجه. والفري فورم ده هو اللي بيبقى توكسيك للايه البرين. تمام. بيحصل امتى ساتوريشن للالبومين؟ في النيوبورن بيحصل ساتوريشن للالبومين لما الليفل بتاع البلوروبين بيوصل. طيب ليه سميت الجزء ده من البلوروبين انكونجوجيتد بلوروبين او بسميه indirect bilirubin؟ الاسم التاني اللي هو indirect bilirubin. ليه؟ لان عندي reaction اللي هو اللي انا بدور بيه على البلوروبين او بديتكت بيه البلوروبين في المعمل اسمه فاندنبرج reaction. الreaction bilirubin والdirect bilirubin او الconjugated bilirubin لما بطرحهم من بعض بسميه indirect bilirubin، عشان كده اسم جاء indirect bilirubin. الunconjugated bilirubin ده عبارة بيبقى water insoluble مش بيدوب في المية، وبالتالي مش بيحصل له excretion في نفس الوقت، بيتريت البلود بالبارير وبيبقى toxic للبرين سيلز، وبيدينا حاجة اسمها bilirubin encephalopathy أو بسميها كنكترس في النيوبورن. ده عايز اسأل حاجة؟ ممكن تقفلوا عشان عامله دوشه. انا مش معلش ما فهمتش هو ليه بنسميه اندايركت.
الدايركت عشان انا عندي الرياكشن ده اسمه فاندنبرج رياكشن. الفاندنبرج رياكشن ده في المعمل, ده تيست في المعمل. ايوه مين اللي بيتكلم؟ ايوه دكتور محاضر. الو سامعك؟ ايوه احنا قلنا التست ده, التست ده بيتعمل في المعمل بيديتكت ايه؟ بيديتكت الدايركت بلوروبين, يعني دايركت بيجيب لي الدايركت بلوروبين والتوتال بلوروبين. تمام, لما بطرحهم من بعض بيدينا الاندايركت. عشان كده انا جبته بطريقه غير مباشره, يعني انا جبت القيمه بتاعه الانكونجوجيتد بلوروبين او الاندايركت بلوروبين بطريقه غير مباشره, ان انا جبت الاول الدايركت وطرحته من التوتال طلع لي الايه الاندايركت. وصلت؟ اه تمام يا دكتور شكرا. تمام الانكونجوجيتد بلوروبين لما بيبقى فري في السيركيوليشن قلنا ان هو فات سوليبل بيقدر يبنتريت البلاد برين بارير وبيبقى توكسيك للبرين, بيعمل لي حاجه اسمها نيونيتال انكفالوبسي او بسميها كنكتروس. تمام, وبيبقى توكسيك للبرين سيلز. مين اللي ايه اكتر حاجه في الاماكن البرين بتبقى بتتافكت بالبلوروبين؟ اللي هي البيزن جالجيريا والبونز والسيربيلو, وبيبقى اكتر طبعا في النيوبورن. عشان كده اي بيبي بعمل له بلوروبين وبلاقي التوتال بلوروبين اكتر من 20 ملي جرام بير ديسيليتر, ده الليفل اللي انا عارفه ان هو الالبومين حصل له ساتوريشن وبعديه هيبقى في دي الانكونجوجيتد, هخاف طبعا, لازم طبعا يعني احجزه في الحضانه ونعمل المانجمنت بتاعه علشان ما يتاثرش ويدخل في برين توكسيستي. تمام, طيب بعد كده بقى البرين الالبومين اللي موجود البلوروبين اللي موجود في السيركيوليشن ده بيحصل له ايه؟ بيتاخد بيحصل له انتيك عن طريق الليفر سيلز. ازاي؟ في عندي في الليفر بروتين اسمه ليجاندين بروتين, ده عباره عن جلوتاثيون اس ترانسفيريز بروتين, ده بيمسك في البلوروبين. ازاي بيمسك في البلوروبين؟ الافينيتي بتاعه الليجاندين للبلوروبين اعلى من الافينيتي بتاعه البلوروبين للالبومين, وبالتالي البلوروبين بيسيب الالبومين ويمسك في الايه؟ في الليجاندين ريسبتورز او الليجاندين بروتينز اللي موجوده على الليفر سيلز. تمام, يبقى احنا قلنا ان اول حاجه حصل الـ طلع لي من الهيموجلوبين او من الهيم ادانا انكونجوجيتد بلوروبين بيبقى ماسك في الالبومين وبيطلع جوه بره السيركيوليشن, بيحصل له ابتيك. المستطيل الاصفر ده هو الليفر, يعني عن طريق الليفر سيلز عن طريق ايه الزيت بروتين او الليجاندين بروتين بيمسك فيه الايه البلوروبين ويسيب الالبومين. طيب بعد كده في جوه الليفر سيلز ايه اللي بيحصل؟ بيحصل لي كونجوجيشن للبلوروبين, بيمسك في ايه البلوروبين؟ بيمسك في حاجه اسمها جلوكيرونيك اسيد. يبقى جوه الليفر سيلز بيحصل كونجوجيشن للبلوروبين, يعني ايه؟ يعني البلوروبين بيمسك في الجلوكيرونيك اسيد تايم اسمه جلوكيرونايل ترانسفيريز. يبقى الجلوكيرونايل ترانسفيريز النايم ده وظيفته ان هو بيكونجوجيت البلوروبين مع الجلوكيرونيك اسيد, وبالتالي بعد كده يدينا حاجه اسمها كونجوجيتد بلوروبين. يبقى انا سميته كونجوجيتد بلوروبين علشان هو ماسك في الجلوكيرونيك اسيد. تمام, طب لما بيتحول البلوروبين الى كونجوجيتد بلوروبين او الانكونجوجيت ده بيتحول من ووتر انسوليبل الى ووتر سوليبل, وبالتالي بيحصل له اكسكريشن في البايل من الليفر سيلز, وبعد كده يحصل له اكسكريشن عن طريق اليورين والستول, وبالتالي هو عن كده يبقى هو كده ما هو اشتغل اكسكريشن والجسم يقدر يتخلص من مش فات سوليبل فمش دي بلود برين باري بسميناه كونجوجيتد. ليه؟ يبقى عادي بقى دي سهله, لان هو بيدينا دايركت رياكشن اللي هو بيدينا دايركت فاندربرج ايه رياكشن, عشان كده سميت ده روبن. تمام, يبقى الثاني اسمه اندايركت بلوروبين عشان انا بديتكت الاول وبطحهم من التوت بسيهم روبين يدي الاندايركت. هو ووتر سوليبل وبالتالي بيحصل له اكسكريشن في اليورين والستول, وما هوش فات سوليبل مش بيقدر يباص البلود برين بارير. طيب بعد ما يسيب الليفر سيلز بيتنقل عن طريق الانتستين عن طريق البايل دكت او البيلياري تري, بيروح للسكند بارت بتاع. تمام, يبقى انا عندي اهو حصل كونجوجيشن في الايه للبلوروبين جوه الليفر سيلز,
وعن طريق البيلياري تراكت بيروح للايه السكند بارت للديودينم اللي هو الكونجيوكيت بيلروبين، ومن الديودينم بيوصل للايه للكولون. بيحصل في الكولون بيلروبين بيوصل للكولون بيحصل البكتيريا عندي البكتيريا الفلورا اللي موجوده في الانتستين بتعمل هيدروليسيس عن طريق للكونجيوكيت بيلروبين ده بتحوله الى يوروبايلينوجين. تمام، كمية صغيرة بعد كده من اليوروبيلونجين دي بتحصل لها ري أبزوربشن تاني وبترجع تاني الليفر عن طريق البورتال فين، وده بسميها انتيرو هيباتيك سيركوليشن. يعني هي كانت جاي من الليفر وصل للانتستين يعني كده انتيرو، وبعد كده راجع تاني للليفر عن طريق البورتال فين، وده بسميها انتيرو هيباتيك سيركوليشن. وجزء صغير تاني من اليوروبيلونجين بيتحول أو بيحصل له اكسكريشن عن طريق الكدني في اليورين. الباقي او الاغلبيه العظمى بيتحول اليوروبيولوجين ده بيتحول الى ستيركوبيولوجين وبيحصل له اكسكريشن بعد كده في الاستول. تمام، يبقى انا عندي في الانتستين عندي حاجتين، كونجوجيتد بيلروبين عن طريق البكتيريا الهيدروليسيس او البكتيريا اللي بسميها بيتا جلوكيرونايديز انزيم بيتحولي الى يوروبيولوجين، واليوروبيلونجين ده جزء منه بيرجع تاني في الانتيروهيباتيك سيركيليشن للليفر سيل، وجزء تاني بيحصل له اكسكريشن عن طريق اليورين، والجزء الاكبر بيتحول الى ستيركوبيلونجين. تمام، في النيونيت انا عندي الانتستين نفسها هي فيها الانزيم البيتا جلوكورونايديز انزيم، وده بيحول لي الكونجوجيتد بيلروبين الى ان كونجوجيتد بيلروبين ويدخل في الانتيروهيباتيك سيركيليشن، انتيروهيباتيك سيركيليشن اكتر في النيوبورن. تمام كده يا شباب، فهمنا الميتابوليزم بتاع البيلروبين، علشان ده مبني عليه كل الحاجات اللي جايه بعد كده. في اي اسئله؟ تمام يا دكتور. طيب دكتور، يعني النيونيت بتنجيك. خلاص اوكي يا دكتور، عندي سؤال. ايوه بصوا، احنا اصلا الانتستين بتاعت بتبقى سترايل ما فيهاش فيها البكتيريا الفلورا لسه. تمام، لان هو ملي بياخد السترايل البريست ميلك. تمام، بيبقى فيها اكتر الاكتيفيتي بتاعه الانتستين نفسه، الانتستين بيتا جلوكونايديز انزيم بيبقى الاكتيفيتي بتاعته اعلى في النيوبورن، بيحول لي الكونجوجيتد بيلروبين الى ان كونجوجيتد بيلروبين وبيدخل ملي في الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن. تمام، وجزء صغير هو اللي بيتحول لليوروبيولوجين. تمام، وبعد كده الاستيركوبيولوجين، عكس الايه الاوردر تشيلدرن لاكثر من يبون معتمدين ملي على البكتيريال هيدروليسيس. تمام، بيحول لليوروبيولوجين الى استيركوبيولوجين. تمام، طيب ايه الفرق بعد كده بقى بين الكلام اللي احنا قلناه، ايه الفرق ما بين الكونجوجيتد والان كونجوجيتد بيلروبين؟ احنا قلنا الان كونجوجيتد بيلروبين بسميه اندايركت تو الالبومين او محمول بالالبومين في سيركيليشن عشان يوصل للليفر. الكونجوجيتد بيلروبين بسميه دايركت او بسميه كونجوجيشن عشان هو بيبقى كونجوجيتد للجلوكيرونيك اسيد. الان كونجوجيتد بيلروبين بيبقى فات سوليبل وبيقدر كروس البلود برين بارير، وبالتالي بيقدر يعمل توكسيستي في الهاي ليفل للبرين، ما هوش ووتر سوليبل وبالتالي مش بيقدر يحصل له اكسكريشن في اليورين والستول. انما الكونجوجيتد هو ووتر سوليبل بيقدر يحصل له اكسكريشن لليورين والستول، وما هوش توكسيك لان هو مش فات سوليبل مش بيقدر يعدي البلود برين باري. طيب ازاي بقى الجوندس دي بتحصل؟ اي ديفكت في الميتابوليزم اللي احنا قلنا عليه ده هيعمل لي اكيوميليشن للبيلروبين سواء كان كونجوجيتد او ان كونجوجيتد بيلروبين. تمام، ويبقى اي حاجه هتزود لي البرودكشن بتاع البيلروبين من خطوه اول حاجه من فوق الهيموليسيس بتاع الار بي سيز. تمام، او في ديفكت في الميتابوليزم في اي خطوه من الخطوات اللي قلنا عليها او الاكسكريشن بتاع البيلروبين من الايه الليفر ليه الايه الاكسكريت البيلروبين اكسكريشن بتاع اي خطوه من الخطوات هتعمل لي ديفكت في الايه الاكسكريشن والميتابوليزم بتاع البيلروبين. يبقى انا عندي الاسباب بتاعه الجونتس، يا اما كونجوجيتد بيلروبين هايبر بيلروبينيميا، يا اما ان كونجوجيتد على حسب الليفل اللي حصل فيه ديفكت. طيب لو اتكلمنا على الانكونجوجيتد بيلروبين يبقى اول سبب ايه؟ انكريز البيلروبين برودكشن.
يعني اي حاجه هتعملي هيموليتك انيميا، اي سبب من اسباب الهيموليتك انيميا هتزود لي البرودكشن بتاع الهيموجلوبين، والهيموجلوبين يجيلي الى بيليروبين في الاخر. زي حالات كل حالات الهيموليتك انيميا زي الار اتش والاي بي او والجي 6 بي دي، الحالات السيكل والثلاسيميا، اي حاجه بتعمل هيموليتك انيميا. لو عندي بليدنج او عندي كفال هيماتوما، البليدنج نفسه هيعمل لي اكيوميليشن ايه، او هيحصل لي ري ابزوربشن للار بي سيز من المكان اللي حصل فيه بليدنج او من السايت اللي حصل فيه الهيماتوما، وبرده هيديني في الاخر بيليروبين انكونجوجيتد بيليروبين. او في اوفر برودكشن للار بي سيز نفسها زي حالات البوليسايسيم. طيب تاني حاجه، لو حصل ديفكت في الخطوتين اللي قلنا عليهم اللي هم الابتيك بتاع الانكونجوجيتد بيليروبين للليفر باي ذا ليفر سيلز، تمام، او حصل ديفكت في الكونجيجيشن نفسه اللي هو في الانزيم بتاع الكلوبيرونيل ترانسفيريز انزيم، زي حالات الفيزيولوجيك جونتس اوف نيوبون، ودي هنتكلم عليها شويه تفاصيل، والبريست ميلك جونتس برضو هنتكلم عليهم شويه تفاصيل. او في ديفكت في الكلوبيرونيل ترانسفيريز انزيم اللي هو ما حصلش كونجيجيشن للبيليروبين، ودي بسميها كريكر ناجار سيندروم. طيب الكونجوجيشن بقى، يعني انا حصل لي اكيميليشن للكونجوجيتد بيليروبين بعد الخطوه بتاعه الكونجوجيشن، يبقى هيبقى في ديفكت فين؟ في الليفر سيلز، زي حاجات كل الحاجات الانفكشن زي هيباتايتس اي، او عندي اوبستراكشن للبيلياري تري نفسها زي حالات البيلياري اتريزيا، يبقى الكونجوجيشن بيليروبين مش هيحصل له اكسكريشن مش هيوصل للانتستين ولا هيحصل له اكسكريشن للليفر والستول، تمام. الجدول ده يعني منظمهم لي شويه. يبقى انا عندي اول حاجه زي ما قلنا انكريز البرودكشن، ده هيديني انكونجوجيتد بيليروبين زي حالات قلنا الهيموليسيز او الهيماتوما او البوليسايسيميا. او في ديفكت في الكونجوجيشن يبقى هيزود لي برده الانكونجوجيتد بيليروبين زي ما قلنا زي حالات الكريكر ماجور سيندروم. او في ديفكت في الاكسكريشن زي حالات الهيباتايتس هيزود لي الكونجوجيتد بيليروبين، او قلنا لو في اوبستراكشن زي حالات البيلياري اتريزيا، تمام. ده برضو بيقول لي الديفرنشال دايجنوزيس بس يعني علشان اقدر اوصل للتشخيص. تعليقوا طبعا الاسامي يعني مش عليكم الديزيز. الانكونجوجيتد هايبر بيليروبينيميا، تمام، قلنا ان هو بيزود البرودكشن، يعني انا عندي هيبقى عندي عندي هيموليسيس زي حالات قلنا حالات الهيموليتيك انيميا كلها. الريتيكلوسايت دي بنشوفها في السي بي سي، دي دليل على في ان في هيموليسيس لما تبقى عاليه. يبقى كل حاجات الهيموليسيس زي حالات الاي بي او والار اتش، زي حالات الاوتوميون هيموليتيك انيميا، زي حالات الايه هيموجلوبينابسي كلها السيكل والسي، او ما فيش هيموليسيس يبقى انا عندي ديفكت في الكونجوجيشن او في الابتيك بتاع الليفر زي ما قلنا حالات البريست ميلك جونتس، حالات الكيركر ناجور، زي حالات الفيسيولوجيك جونتس اوف نيوبورن، ده ما بيبقاش معاهم هيموليسيس، يعني البيشنت مش هيبقى معاه انيميا ولا معاه الريتيكلوسايت عالي. كنت بيليروبين قلنا اي حاجه تعمل ديفكت بعد ما حصل كونجوجيشن زي حالات الاوبستراكشن، زي قلنا زي الفايرال انفكشن اللي بتعمل هيباتايتس، زي حالات الايه الهيباتايتس كلهم هيباتايتس اي والبي، او حاجه في الميتابوليك نفسه بتاع الليفر سيلز زي حالات مثلا الويلسون او التيروزونيميا البورن اير في ميتابوليزم كله، او توكسيك اي دراج يعمل لي توكسيستي للبرين سوري للليفر سيلز نفسها زي حالات توكسيستي او الايرن اوفرلود. ايديوباسيك ممكن يبقى يدينا ايديوباسيك زي حالات النيونيتال ايديوباسيك نيونيتال هيباتايتس او اوتو اميون هيباتيك هيباتايتس او سكلروزنج برونجايتس، تمام. طيب في النيوبورن قلنا نيوبورن اللي هو اول 24 اول دكتور عندي سؤال بس في اللي فات، تمام اتفضل. دكتور هو دلوقتي اذا يحصل مثلا انفكشن او انفلاميشن في الليفر فتزود البرودكشن، مش قادر افهم معايا يعني ليه يحصل هيباتايتس فالبرودكشن يزيد؟ لا احنا ما قلناش هتزود البرودكشن، احنا قلنا في الاول ده احنا قلنا انفكشن الكونجوجيتد بيليروبين، يعني هو حصل ايوه ما هو مش هيحصل اكسكريشن، يبقى هيحصل اكيوميليشن لمين؟ ما هو في ديفكت في الليفر سيلز نفسها، فهي الليفر سيل نفسها مش هتقدر
تعملي ديفكت يعني مش هتطلع لي اكسكريشن للكونجوكيتيف بالروبين بعد ما حصل كونجوكيشن. يعني انا كل بعد ما حصل كونجوكيشن بالروبين هيحصل اكيميليشن مش هتقدر وبالتالي هزود لي الكونجوكيشن. فهمنا؟ يعني هو حصل بعد ما حصل كونجوكيشن او مسك في الكلوكيرونيك اسيد، بعد كده عندي الليفر سيل نفسها فيها ديزيز فما قدرتش تعمل اكسكريشن للكونجوكيتيف بالروبين عشان توصله للانتستين ومن الانتستين للكولون عشان تعمل لي اكسكريشن في اليورين والستول زي ما قلنا. دكتور يعني دكتور يعني الليفر سيلز كده ما لهاش دور في الكونجوجيشن بروسيس نفسها؟ لها دور بس هو ملي معتمد على الانزيم اللي هو الكلوكيرونايد ترانسفيريز انزيم. ولو الليفر سيلز سليمه بعد ما حصل كونجوجيشن هتعمل لي اكسكريشن، انما لو فيها ديزيز لا، يبقى الانزيم نفس هنا في حالات اللي مثلا هيباتايتس مثلا انا عندي الانزيم نفسه سليم فهيقدر لي يعمل لي كونجوكيشن اللي هو الكلوكيرونايد ترانسفيريز انزايم. تمام دكتور، يعني الميكانيزم اللي عمل بيها اوبستراكشن ازاي الاوبستراكشن هي بتاعت الانفكشن؟ يعني الاثنين نفس الحاجه؟ لا مش هي نفس الحاجه، لان انا وقتها هلاقي عندي الليفر سيلز نفسها سليمه بس انا عندي اوبستراكشن. بس في النهايه الاثنين اثروا على الاكسكريشن يعني. في النهايه الاثنين اثروا على الاكسكريشن، يعني في النهايه الاثنين عطوا لي كونجوكيتد بالروبين بس البروسيس نفسها ما زادتش يعني. لا هي عملت بتزيد، بيحصل لي اكيميليشن بس هي نفسها ما فيهاش ديفكت. تمام طبعا هو الموضوع معقد عن كده بس احنا بنبسطه علشان تقدروا تفهموا ماشي. بس كل ديزيز من دول لها ليه ميكانيزم معين عشان يديني الديزيز ويديني conjugated bilirubin أو accumulation للإيه؟ للإكسكريشن. تمام؟ طيب في النيوبورن بقى نعرف سبب الإيه؟ الجوندس، وبفرق سبب الجوندس دايماً على حسب العمر بتاع البيبي. يعني في أول 24 ساعة دايماً لو الجوندس ظهرت أول 24 ساعة ده بقول دايماً هي بتبقى باثولوجيكال، ودايماً أكتر سبب اللي هو الهيموليتيك ديسوردر في النيوبورن زي حالات الـ ABO والـ RH. لو ظهرت في اليوم الثاني او اليوم الثالث الجونتس غالبا بتبقى ملي السبب اللي هو الفسيولوجيك جونتس ده اكتر سبب، او بعد كده ممكن نقول ان هو انفكشن. طب لو ظهرت بعد او بيرزيستنت الجونتس دي بعد 3 اسابيع وبعد اسبوعين غالبا بقى ندور على سبب انفكشن او بريستيزيس او ممكن نقول بريست ميلك جونتس. هقول لكم السلايد تاني كمان شويه. طيب الفسيولوجيك جونتس اكيد معظمكم سمع عليها، يعني لو حد عندكم قرايب عنده بيبي لسه مولود او اخوات او حاجه ان الفسيولوجيك جونتس دايما نقول ايه البيبي اصفر بس الدكتور قال لنا ما تعملوش حاجه رضعوه بس كويس. الفسيولوجيك جونتس هي الموست كومن كوز اوف نيونيتال جونتس. تمام بتظهر دايما بعد 4 ساعة من الولاده يعني تاني او اليوم الثالث. اليورين والستول بتوعي بيبقى نورمال، يعني اليورين كولر والستول كولر بيبقوا نورمال. الطيب بتاع البلوروبين هنا هو انكونجوكيتد طيب، ما بيبقاش فيه انيميا، والتو حسبت قست البلوروبين كل يوم هلاقيه مش هيزيد في اليوم الواحد اكتر من 5 ملي جرام بير ديسيليتر، والماكسيمم انتستي او البيك بتاعه بيوصله في اليوم الرابع او اليوم الخامس من الولاده في حالات الترم او اليوم السابع لو البيبي ده بريتر. بيك بقى والماكسيمم انتستي اللي بيوصل لها بتوصل مش بيعدي 15 ملي جرام بير ديسيليتر، وبتختفي الجوندس دي بعد 14 يوم من الولاده. يبقى هي بتظهر على اليوم الثاني او اليوم الثالث بتبقى بيك الماكسيمم انتنسيتي بتاعتها على اليوم الرابع تمام. طيب ازاي بقى ايه الميكانيزم اللي بتحصل فيها الفسيولوجيك جونتس؟ اول حاجه الروبن لود
ازاي ان الار بي سيز بتاعه الفيتال ار بي سيز البيبي اول ما يتولد الار بي سيز بتاعته بتبقى العمر بتاعها 70 يوم عكس الادلت ار بي سيز اللي هي 120 يوم وبالتالي بتتكسر بسرعه وبتديني بالروبن اوفرلود. الار بي سيز ماس نيو بورن بتبقى اعلى دايما من الادلت يعني انتوا سمعتوا لحد فين؟ سمعتوا لحد فين يا شباب؟ نكمل من اول سبان ولا نجيب من اول فيسيولوجي بشنتس خالص تاني؟ ما سمعنا اول جزء هنا. تمام سمعنا اللايف سبان يا دكتور بتاعت الادلت اللي هي 120 days. تمام اوكي مش عارفه السلايد راحت فين. كده شايفين؟ اه يا دكتور. تمام طيب يبقى احنا زي ما قلنا الفيسيولوجيك جونتس هي الموست كومن كوز اوف نيونيتال جونتس وبتظهر على اول بعد 24 ساعه من الولاده على اليوم الثاني او اليوم الثالث. اليورين والستور بيبقوا نورمال والتايب بتاع البيلروبين بيبقى انكونجوجيتد بيلروبين ومبيبقاش فيه انيميا وبتوصل في اليوم الواحد لو انا قست كل يوم يبقى الليفل بتاعي مش بيزيد عن 5 ملي جرام بير ديسيليتر في اليوم. الماكسيمم انتست بتاعها البيك على اليوم الرابع او اليوم الخامس و في الترم انفنت وفي البري ترم ممكن على اليوم السابع ومش بتزيد اكتر من 15 ميلي جرام بير ديسيليتر ده الماكسيمم بتاعها وبتبقى نوت ديتكتد اكتر من 14 يوم. تمام طيب ايه الاسباب يعني اليورين والستول نورمال الكالر بتاعهم عشان انا هقول لكم بعد كده ان في حاجات اليورين بيبقى دارك فيها في حالات الجونديس الستول بيها بيبقى لايت. تمام يبقى البيبي في الفيسيولوجيك جونديس ده في حاله كونجوجيتد يعني وحالات الهيموليسيس برضو ممكن اليورين بتاعه يبقى اورنج. تمام تمام يبقى الفيسيولوجيك جونديس لو انا عملت للبيبي معنى اخر اكزامينيشن هلاقيه كويس جدا ما عدا ان هو معاه جونديس بس كل حاجه فيه كويسه. تمام معاه انيميا بيرضع كويس الاكتيفيتي بتاعته كويسه كل حاجه فيه كويسه عشان كده بسميها فيسيولوجي. دكتور عشرة في حاجه مش فاهمها في الليفلز اقول هو دلوقتي حضرتك قلت ان هو بتبقى في الاطفال باينه اول ما الليفل يعدي الخمسة 5 ملي جرام بير ديسيليتر بس كان في سلايد قبلها بيقول ان هو في ال20 هو ايه الفرق بقى بين ال20 والخمسة دي؟ احنا قلنا 20 احنا قلنا البيلروبين الانكونجوجيتد بيلروبين بيمسك بيبقى باوند في السيركيليشن على ايه على الالبومين الالبومين ده بيبقى ساتوريتد بالكونجوجيتد بلوروبين لحد ما الليفل بتاع البلوروبين 20 ملي جرام بير ديسيليتر بعد كده يبقى فري في السيركوليشن ولما يبقى انكونجوجيتد بلوروبين فري في السيركوليشن من غير ما يبقى ماسك في الالبومين هو ده اللي بيعمل لي توكسيستي للبرين ويقدر يعدي البلود برين بارير. تمام يعني دلوقتي انا بحسب ماشي تمام انا فهمت بس انا بحسب دلوقتي الجونتس على انهي ليفل بقى الفري دوت لا ما مش ده انا بقول لكم بس كده لا على التوتال
احنا بنفصل على التوتال وبنفرق بعد كده هي كونجوجيتد ولا ان كونجوجيتد لما بعمل فراكشنيشن للايه للبلوروبين. تمام. احنا قلنا بنقيس التوتال يعني انا ما ابعت في المعمل بوصل ايه بقيس التوتال والدايركت وبعدين بطرح منهم اجيب الاندايركت اللي هو الان كونجوجيتد بلوروبين. تمام. هنتكلم على التحاليل ما تقلقوش. ماشي. احنا انا بس بوضح لكم نقطه ال20 دي ان يعني انا لو عملت ليفل نيوبورن عنده لقيت الصفرة بتاعته 20 اقول ان ده خلاص ان ممكن يحصل لي برين توكسيستي يبقى ده حاجه ايمرجنسي ان انا اعالجه. تمام. ملناش دعوه بالليفل 20 ده. انا بشوف الصفرة في النيوبورن لما الليفل يعدي 5 توتال سيرم بلوروبين اكتر من 5 ملي جرام بير ديسيليتر من غير ما اعرف هي دايركت ولا اندايركت او كونجوجيتد ولا انكونجوجيتد. تمام. في الادلت اكتر من 2 ملي جرام بير ديسيليتر. يعني انا لو جات لي اي عيان عنده جونتس يبقى هو الليفل بتاعه اكتر من كام؟ لو ادلت هيبقى اكتر من 2 او في النيوبورن اكتر من 5. ماشي. تمام. تمام يا دكتور. تمام. معنى اخر لو انا عملت بي بي ومثلا صفرته 1.5 ملي جرام التوتال سيرم بيروبين 1.5 ملي جرام او 1 ده هيبقى باين عليه ان هو جونتس؟ لا لا. ماشي فهمنا كده. أيوة. هي جوندس من احنا قلنا الجوندس دي كلينيكال ساينز. كلينيكال ساينز اللي ديزيز تحتها اي ديزيز اي سبب بقى من الاسباب اللي قلنا عليه. ماشي. طيب ايه اسباب بقى الفيسيولوجيك جوندس؟ اول حاجه ان هو انكريز بلوروبين برودكشن او انكريز بلوروبين لود. ليه؟ لان اللايف سبان بتاعه الفيتال ار بي سيز بتبقى 70 يوم عكس الادلت ار بي سيز بتبقى 120 يوم وبالتالي هي بتحصلها ايجنج بسرعه فبتتكسر فبتدينا بلوروبين اكتر او اعلى. الار بي سيز ماس في النيوبورن بتبقى اعلى من الادلت. يعني انا عملت بيبي لسه مولود هيموجلوبين هلاقي ممكن هيموجلوبين 16 17 لو عملت اللي احنا كلنا مش هيبقى 12 13 يبقى الماس نفسها بتاعه الايه النيوبورن الار بي سيز في النيوبورن اعلى من الايه الادلت وبالتالي برضو لما يحصل ايجنج هتتكسر فهتدينا ليفل اعلى من البلوروبين. زي ما قلنا الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن اللي هو البيتا جلوكانايزيز انزيم الانتستينال ما بيبقى موجود في الايه النيوبورن والباول فلورا عشان تعمل لي هيدروليسيس وتحوله الى ستيركوبيلونجين دي مش موجوده خلاص وبالتالي يحول الكونجوجيتد لانكونجوجيتد ايه بلوروبين عشان يدخل جوه تاني الايه الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن فهتزود لي الليفل بتاع الانكونجوجيتد. طيب تاني حاجه اللي هو ديكريز الابتيك اوف بلوروبين باي ذا ليفر سيلز. ليه؟ لان بيبقى فيه ترانزيانت اماتوريتي للليجانتين بروتين او الليجانتين ريسبتورز اللي بيبقى فيها بيمسك فيها الايه البلوروبين. تاني حاجه اللي هو ديفكت في الكونجوجيشن لان الانزيم نفسه اللي هو الجلوكاراين ترانسفيريز بيبقى ترانزيانت اماتوريتي في النيوبورن. تمام. يبقى كل الاسباب بتدينا unconjugated bilirubin يبقى increase bilirubin load decrease uptake او decrease الايه conjugation ودول الاثنين الاخرانيين بيبقوا transient كله طبعا بيبقى transient. دكتور لو سمحت بالنسبه ل higher RBCs ماس دي ماسمعتهاش بس ال high RBCs ماس احنا قلنا الاطفال النيوبورن بيبقى بيتولدوا الهيموجلوبين بتاعهم بيبقى 16 17 ده بيبقى normal. تمام. لانه اصلا في الفيتر سيركيليشن بيبقى سام سورت اوف هايبوكسيا فبيزود لي الاريثروبايوسيس يعني بيزود لي الار بي سيز نفسها البرودكشن بتاع الار بي سيز عشان تعوض الهايبوكسيا اللي موجوده في الايه في الفيتس دي حاجه موجوده عادي يعني. تمام. فهيبقى هيتولد لي البيبي ده الار بي سيز بتاعته عاليه او الهيموجلوبين بتاعه عالي بيبقى 16 و17 لما بيحصل ديستراكشن للار بي سيز احنا عادي بيحصل لها ايجنج يعني فبتدينا ليفل اعلى من البلوروبين عشان كده بيحصل لي فيسيولوجي جونتس ده مش بيحصل بعد كده يعني. ماشي. اوكي. طيب تاني حاجه نتكلم عليها برضو او اكيد بتسمعوا عنها اللي هي البريست ميلك جونتس. يعني ايه بريست ميلك جونتس؟ دي برضو بتدينا انكونجوجيتد بلوروبين لما نعمل التحاليل هنلاقيها طيب انكونجوجيتد بلوروبين بتظهر في اليوم الايه السابع عكس بقى احنا قلنا الفسيولوجيك على اليوم الثاني او اليوم الثالث. البريست ميلك ابدا اشك فيها اليوم السابع او تبدا تظهر اليوم السابع البيك بتاعها 14 يوم او 21 يوم يعني بتطول عن الفسيولوجيك. طيب الاسباب بتاعتها
الأسباب من اسمها كده كلها أسباب متعلقة بالبريست ميلك نفسه. تمام؟ زي إيه؟ يعني البريجنان ديون ده عبارة عن إنزيمز موجود في البريست ميلك بيعمل إنهيبيشن للكلوكيرونايل ترانسفيريز إنزيم، يعني بتقلل الكونجيوكيشن وبالتالي هتعملي أكيوميليشن للأنكونجيوكيت. تاني حاجة إنكريز في حاجة اسمها نون استراتيفايد فري فاتي أسيد، دي موجودة برضو في البريست ميلك وبرضو بتعملي إنهيبيشن للهيباتيك كلوكيرونايل ترانسفيريز وبالتالي هتقللي الكونجيوكيشن. increase البيتا كلوكيرونايل الكلوكيرونايديز انزيم في البريست ميلك وبالتالي قلنا اللي هو الانتستينال بيتا كلوكيرونايديز انزيم اللي هو بيزود لي الايه الانتيرو هيباتيك سيركيليشن، يعني هيعمل لي دي كونجيوكيشن يحول لي الكونجيوكيتد بيلروبين لانكونجيوكيتد بيلروبين. تاني حاجه اللي هو الانتريك فلورا ذات نفسها بتبقى ديليد استابليشمنت في البريست فيد انفنت البيبي اللي بيرضع بريست فيل عن البيدي اللي بياخد فورمولا وبتقلل وبالتالي هتقلل لي تحويل البيلروبين اللي هو الكونجوكيتد بيلروبين الى ستيركوبايلوجين وبالتالي هيزود الانتيرو هيباتيك سيركيليشن. طيب معنى كده ان انا لو وقفت الفيدنج او البريست فيدنج 24 ساعه او 48 ساعه البيلروبين ليفن هيقل؟ ايوه هيقل بسرعه جدا، بس طبعا احنا في الطبيعي مش بننصح بكده خالص لان الام ممكن توقف البريست فيدنج والبيبي بعد كده يرفضه خالص ويبقى حرمناه ان هو اخد الفيدنج. يعني كده كده لو ما وقفناش هتطول شويه طالما الليفل بتاعي مش عالي مش هيحصل اي حاجه خالص، بس المده بتاعته هتبقى اطول شويه. دكتور هي بتحصل لكل الناس يعني؟ لا مش لكل الناس. مش معنى يعني بتحصل للناس وناس لا، على حسب الكونسنتريشن بتاع الحاجات اللي قلنا عليها دي في البريست ميلك بيختلف من ام لام. طبعا زي الفيسيولوجيك جونتس، الفيسيولوجيك جونتس ممكن ما تحصلش لكل الناس. دكتور ممكن اخر سنتنس دي تاني؟ اخر سنتنس ايه اللي هو اخر سنتنس؟ احنا قلنا احنا البريست ميلك جونتس السبب بتاعه الحاجات موجوده في البريست ميلك. لو انا وقفت البريست ميلك خالص يعني لو خليت البيبي ما يرضعش من مامته البيلروبين ليفل هيقل، لو عملت تحليل هلاقيه قل لان انا منعت السبب. تمام؟ تمام. مش بننصح بكده، احنا مش بننصح بكده خالص لان في امهات بتوقف خالص البريست ميلك وما ترجعش تدي البيبي بتاعها بريست ميلك، بتفهم ان هي ما ينفعش ترضعه تاني خالص. يعني لو عملناش كده الجونتس هتطول شويه يعني هتطول، بس ما نبقاش حرمنا البيبي من البريست ميلك بتاع المامته. ماشي؟ تمام ماشي شكرا. لاف يبقى البريست ميلك جونتس بتظهر او البيك بتاعها بيبقى تاني اسبوع او تالت اسبوع من اللايف ماشي، وبعد كده بتبدا ايه تتحسن. طبعا برضو زي ما قلنا البيبي ده بيبقى كلينيكالي ما فيهوش اي حاجه باثولوجيكال، بيبقى اكتيفيتي بتاعته نورمال بيرضع كويس ما فيهوش اي حاجه غير ان معاه جونتس. الكالر بتاع اليورين والستول برضو بيبقى نورمال وكل الكومبليت فيزيكال اكزامينيشن بتبقى نورمال، ويبقى التايب بتاع البيلروبين بتاعي انكونجوكيتد بيلروبين وما بيبقاش معاه انيميا الهيموجلوبين بتاعه بيبقى نورمال. تمام؟ طيب معنى كده ان اي عكس اي حاجه قلنا عليها دي هيبقى معايا باثولوجيك جونتس. يعني لو انا عندي الجونتس ظهرت اول 24 ساعه تبقى دي باثولوجيك. لو الليفل بتاع البيلروبين بتاعي اكتر من 5 ملي جرام بير ديسيليتر في اليوم الواحد هشك ان هي حاجه باثولوجيكال مش فيسيولوجيك. لو السيروم بلوروبين بتاعي بيوصل اكتر اللي هو البيك بتاع الفسيولوجيا اكتر من 15 ميلي جرام بير ديسيليتر هتبقى هشك برضو ان هي حاجة باثولوجيك مش فسيولوجيك. لو الجوندس احنا قلنا الفسيولوجيك بتسأبير بعد او نوت ديكتد بعد 14 يوم من الولادة، لو فضلت بيرزيستن هشك برضو ان هي حاجة باثولوجيك. لو الكالر بتاع الستول بتاعي كلي او وايت كالر ما هوش واخد الستين بتاعتي هيبقى ده برضو هشك ان هو حاجة باثولوجيكال. تمام؟ طيب امتى احنا قلنا الكلام معظمه ان هو unconjugated bilirubin؟ طب امتى اقول ان هو الحالة دي direct bilirubin؟ احنا قلنا اسنا التوتال واسنا الدايركت bilirubin. لو انا لقيت الدايركت سيلم bilirubin اكتر من 2 ملي جرام بير ديسيليتر، ده ملناش دعوة بالتوتال الدايركت بس اكتر من 2 ملي جرام بير ديسيليتر هشك ان الحالة دي معاها كونجيوكيتد بيلروبين او دايركت بيلروبين، يبقى هدور في الاسباب اللي بتزود لي الكونجيوكيشن. او الدايركت سيرم بيلروبين اكتر من 20% من التوتال. تمام؟
يبقى انا في ثلاث حاجات بعملهم. احنا قلنا التوتال سيروم بيلوروبين والدايركت سيروم بيلوروبين، وبنطرح منهم عشان اجيب الاندايركت او الانكونجوكيت. لو انا قيت الدايركت سيروم بيلوروبين اكتر من 2 ملي جرام بير ديسيليتر بغض النظر التوتال كام، يبقى الحاله دي لازم ادور فيها على سبب يعمل لي كونجوكيتد بيلوروبين، تمام. او لو هو 20% من التوتال الدايركت 20% من التوتال، برضو هدور على سبب يعمل لي كونجوكيتد مش انكونجوكيتد بيلوروبين. لو لقيت طبعا اقل من 2 ملي جرام بير ديسيليتر الدايركت او اقل من 20%، يبقى ده هدور في اسباب الانكونجوكيتد بيلوروبين. طب ممكن سؤال يا دكتور؟ اتفضل. الحته اللي هي بتاعه السيرم بيلوروبين اللي هو اكتر من 15 في الفيزيولوجيكال واقل من 15 في الفيزيولوجيكال، ده هنا بنتكلم على الانكونجوكيتد بيلوروبين اللي هو لو زاد عن 20 بيوصل للبرين. انكونجوكيتد بيلوروبين اه تمام، يعني ده مش سيرم توتال بيلوروبين، ده سيرم بيلوروبين اللي هو الانكونجوكيتد مقصود بيه انكونجوكيتد. بص هتبقى هي توتال سيرم بيلوروبين، لا احنا بنقيس هنا كل التوتال، يعني كلامي كله عن التوتال. السيرم بيلوروبين ده اكتر من ال 15 ده التوتال، بس هي بيلي هيبقوا ال 15 كلهم انكونجوكيتد لما نيجي نعمل فراكشنيشن، فاهم؟ اه تمام، يعني هو كده كده معظمه انكونجوكيتد بالظبط، هيبقى كله انكونجوكيشن. يعني انت لو عملت الدايركت هتلاقيه 1 من 10، 2 من 10، يعني الليفل كله ملي هيبقى انكونجوكيتد بيلوروبين لان هو التايب بتاعه انكونجوكيتد. تمام دكتور، معلش عندي سؤال، انا مش فاهم الحته بتاعت الوايت كولرد. هقولها يوريك انت بالتفاصيل، هنقولها لكم في الانفستيجيشن. تمام، لكن هي الفيسيولوجيكال وكده ما بيبقاش كده، بيبقاش وايت كولر ولا؟ احنا قلنا الستول اصلا نورمال ان هو معاه بيجمنت، اللي هي البيجمنت بتاعت الستول العاديه. اهو السبب في البيجمنت دي الاستيركوبايلونجين، الاستيركوبايلونجين اللي هو قلنا كونجوكيتد بيلوروبين بيتحول الى يوروبايلونجين، واليوروبايلونجين بيتحول الى استيركوبايلونجين. الاستيركوبايلونجين هو ده اللي بيعمل لي الكالر بتاع الستول، تمام. طيب لو الاستيركوبايلونجين مش موجود، يعني حصل ايه زي حالات ايه الاوبستراكشن او حاجات الليفر ديزيز، ملي الاوبستراكشن مش هتعاد، مش هيعدي الانتستين، فمش هيبقى فيه استيركوبايلونجين، هيبقى الستول لونه مدي على كلي او وايت كالر، مش هيبقى فيه الستين خالص. هو دكتور مش احنا قلنا ان الميلك جوندس دي بيبقى فيها انهيبيشن للانزيم اللي بيحول، وفي ستيرايل فلورا وفي حاجات كده بتخلي تعمل دي كونجيوجيشن، فممكن الاقي معاها وايت كولر عادي؟ لا هو مش هيحصل كونجيوجيشن، يعني هتزود لي الانكونجيوجيتد بلوروبين. تمام تمام، بس انا عندي شويه الانزيم نفسه اللي يعني في شويه، يعني هو انا ما عنديش اصلا، ما حصلش كونجوكيشن اصلا، يعني انا ما عنديش. ماشي، ما هو لو ما حصلش كونجوكيشن مش هيتحول، بس مش هيتاثر على الستين. ماشي، ما مش هو الستين دي جايه من الكونجوكيتد اصلا، يعني الستابل قبليها كونجوكيتد بالروبين. ايوه، طب ما انا لو ما عنديش كونجوكيشن كونجوكيتد خالص هيبقى عندي وايت كولر. ليه دكتور مش احنا دلوقتي الستبس ان انت بعد الانكونجوجيت بقى كده كونجوجيت، الكونجوجيت ده بيخش الانتستين بيبقى يوروبايلينج بقى كده استريكتوبايلينجن. تمام، انا دلوقتي لو ما عنديش كونجوجيتد مش هيبقى عندي الاستريكتوبايلينجن. لو ما عنديش كونجوجيشن مش هيبقى عندي استريكتوبايلينجن. ماشي كمل بس كلامك اسمك للاخر. تمام، فبالتالي هيبقى الستول نفسه وايت، فانا قصدي ان هي ممكن تحصل مثلا مع حاجه زي البريست ميلك دي عادي، مش لازم تبقى باثولوجيكال، يعني عايز افهم هي ليه باثولوجي. ما احنا ليه بريست ميلك، احنا قلنا هو ترانزينت اما تيور، يعني في جزء منه يعمل لي كونجوجيشن عادي، هو ايه بقى اما ترانزينت اما تيور، يعني في منه جزء بيشتغل عادي بس مش بيشتغل بقوته كامله، فيحصل لي عادي جزء منه يحصل كونجوجيشن، يعني هو شغال بس مش efficient قوي، يعني ففي color بس هو موجود عندي كل حاجة بس إما تيور. تمام ماشي. طيب دكتور، هو مش الconjugated bilirubin ده هو ممكن نفسه أصلا لو نزل في اليورين ممكن هو اللي يعملي dark coloration لوحده؟ أيوه، وأنا قلتكم هنتكلم عن الcolor والله بعد كده بالتفاصيل. طيب خلينا بس للاخر كده، ولا في اي حد سؤال عنده سؤال هقول الكالر بتاع اليورين والستول انا هشرحه لكم بالتفصيل في الاخر في الانفستيجيشن، خلاص. طيب
يبقى انا لو انا قلت بس مقارنه سريعه ما بين الفيسيولوجيك والباثولوجيك، احنا قلنا لو انا عندي الجوندس ظهرت من يوم الثاني او اليوم الثالث غالبا دي بتبقى فيسيولوجيك جوندس اوف نيو بورن. لو الريد عكس بقى، لو هي وظهرت اول 24 ساعه او بيرزيستنت بعد اسبوعين هتبقى باثولوجيكال، هنشك انها باثولوجيكال. تمام. لو الريد اقل من 5 مللي جرام في اليوم الواحد بير ديسيليتر في اليوم الواحد غالبا دي هتبقى حاجه فيسيولوجيكال. لو هي اكتر من 5 مللي جرام بير ديسيليتر في اليوم الواحد او نص مللي جرام في الساعه هيبقى حاجه باثولوجيكال. البيك قلنا في النيو في الفيسيولوجيك البيك بتاعها ممكن توصل ل 15 مللي جرام بير ديسيليتر، في الايه الباثولوجيك هتبقى اعلى من كده. الديوريشن قلنا ان ايه الفيسيولوجيك قلنا لحد 14 يوم. لو الباثولوجيك لو هي طولت عن 14 يوم او في ناس بتقول او حد 21 يوم، الليفل بتاع الكونجوكيتد اقل من 2 مللي جرام بير ديسيليتر هيبقى، لان هي قلنا مللي بتبقى ان كونجوكيتد. لو اكتر من 2 مللي جرام الدايركت بيلروبين او الكونجوكيتد بيلروبين غالبا هتبقى دي حاجه باثولوجيكال. تمام. الفيسيولوجيك قلنا البيبي بيبقى نورمال وما هوش سيك واليورين والستور بتوعه نورمال. لو هو بقى عندي لو هو اب نورمال او عندي اي اب نورمالتيز في الكلر والستور هنشك ان حاجه باثولوجيكال. تمام. نشوف بقى ايه الابروتش اللي هنعمله لاي حاله جوندس جايه لي. تمام. طبعا اول حاجه في اي حاجه في اي اكزامينيشن لاي حاله ان انا اخد منه هيستوري. تمام. الهيستوري بكل التفاصيل اللي المفروض يعني اخدتوها في الهيستوري يعني. تمام. بس احنا هنركز هنا في حالات الجوندس على الحاجات اللي المفروض نسال عليها في الاسباب يعني. يعني لازم اسال على هل الام دي كان معاها اي انفكشن في الحمل، البلاد جروب بتاعت الايه المذر عشان في حالات الهيموليتيك انيميا بتاعت النيوبون. تمام. هل في هيرديتري انيميا في العيله، في حالات عندها سيكل سيل انيميا وعندها ثلاسيميا، هل في اي فاميلي هيستوري لحد اي حد عنده جوندس. تمام. لازم اشوف الديوريشن بتاع الجوندس طبعا. لازم هل هو اتعرض ده لاي ميديكيشن، لو نشوف الحاجه اي حاجه عملت توكسيستي. تمام. تاني حاجه اللي هو هل هو معايا خد بياخد دم قبل كده عشان اللي هو هيرديتري انيميا، هل هو معايا اي في يعني هو ابيوزر مثلا لو حد كبير شويه عشان حاجات مثلا هيباتيتس بي والاتش اي في الحاجات دي كلها. تمام. هل هو سافر لاي حته انديميك زي مثلا الناس اللي بتسافر لاماكن فيها انديميك للهيباتيتس اي، هل هو تعرض لحاجه من حالات حد عنده جوندس من حالات الانفكشن زي برضو حالات الهيباتيتس اي. تمام. هل في اي في الهيستوري في العيله ان حد عنده هيموليتيك انيميا زي حالات قلنا الثلاسيميا او السيكل، هل هو سافر برضو نفس الكلام بقى، هل طيب هل معاه الجوندس دي معاه اي سيمتومز، معاه ارثرالجيا معاه مايلجيا معاه ريش عشان اشك ايه الديفرنشال دايجنوستس بتاعي، هل هو معاه ابدومينال بين او مثلا هيستوري معاه جول بلادر ستون خاصه في حالات الكونجوكيتد، هل معاه فيفر معاه بروريتس ماشي، هل في تشينج في الكلر في اليورين او الستول. تمام. لو انا عندي نيوبورن لازم اساله هو عمره كام بالساعات علشان ده بيفرق معايا في السبب بتاع اسباب الجوندس. البيرث ويت بتاعه لان يعني بيختلف بتاعي على حسب الوزن بتاعه نفسه بيختلف الليفل بتاع الايه الجوندس بتاعي. تمام. طبعا لازم اعمل له كلينيكال اكزامينيشن لكل حاجه لكل السيستم. تمام. واشوف الاكستنت بتاع الجوندس. في عندي حاجه رف كده بشوفها في النيوبورن ان انا اشوف الليفل بتاع الجوندس كام من غير ما اعمله تحليل، بس طبعا لازم اعمل التحاليل لان عيني دايما بتبقى بتخدع يعني. تمام. رف كده ان انا ممكن لو انا لقيت البيبي ده عنده بس في الفيس هيبقى الليفل بتاع البلوروبين بتاعي تقريبا 6 ملي جرام بير ديسيليتر، لو واصل لحد الابر ترانك هيبقى تقريبا الليفل 9، لو واخد اللور ترانك والساي تمام لحد هنا يبقى الليفل بتاعي هيبقى 12، لو واخد الارم والليكس هيبقى 15، لو موجوده الجوندس دي في البالم والسول هتبقى اكتر من 15 مللي جرام بير ديسيليتر. ده رف بس طبعا مش بنعتمد عليها لان ممكن البيجمنت نفسها بتاع السكن، لو السكن مثلا بتاعي دارك او حد السكن بتاعه كلر ممكن ما اقدرش اديتكت ايه الكلر بتاع الجوندس بتاعي، ولو حد عينه مش واخده على الجوندس في السكن ممكن برضو ما يقدرش يديتكت، يبقى انا لازم اعتمد على التحليل مش على الاي. تمام.
السلايد دي اللي احنا قلناها قبل كده، ان هو ان انا عندي التايم بتاع الابيرنس بتاع الجوندس، وخاصه في حالات النيوبورن بتختلف السبب اللي هو بتاع الجوندس بتاعي. يعني لو ظهرت اول 24 ساعه دايما اشك ان هي حاجه من حالات الهيموليتيك ديزيز بتاعه النيوبورن زي حالات الاي بي او والار اتش. لو ظهرت في اليوم الثاني في خلال اول اسبوعين، يعني مثلا اليوم الثاني او اليوم الثالث، هشك ان هي فيسيولوجيك جوندس. قلنا خلال اسبوع بعد اسبوع ممكن اشك ان هي حاله بريست ميلك، بس طبعا ممكن اشك كمان في حاجات الاسباب الثانيه زي الانفكشن الهيموليسيس او البوليسايسيميا، يعني اي سبب تاني ممكن اشك فيه. لو بيرزيستنت اكتر من 2 ويكس ممكن بقى نشك ان هي بريست ميلك جينتوس، ممكن اشوف ان هو معاه انفكشن، ممكن اشك ان هو بقى معاه كونجنتال انوميلي زي بيلياري اتريزيا او بايل دكت اوبستراكشن وعامله لي كونجوكتيد بيليروبي. دكتور، هو في الجدول ده مكتوب persistence more than 2 weeks ممكن تبقى physiological؟ ممكن اه. احنا مش قلنا مش بتpersist؟ الاساس ان هو مش بتpersist، بس طبعا في exception لكل حاجة. افرضي انا ما عنديش اي، عملت كل التحاليل هي persistent بعد اسبوعين، وانا عملت التحاليل كل حاجة ان هي ما فيش سبب معين يخليني اقول ان هي pathological. تمام؟ تمام. بس لازم اكسكلود اي سبب باثولوجيكال، يعني ما اقولش ان هي ممكن تطول وانا ما عملتش انفستيجيشن تكسكلود ان هي باثولوجيكال. لو ما لقيتش سبب ممكن استنى اسبوع كمان، في ناس ممكن تقعد معاهم 3 اسابيع وفي ناس ممكن تطول لحد شهر. المهم تكون بتنزل الليفل بتاعها بينزل وما عنديش اي باثولوجيكال سبب، والبي بي نفسه بيبقى ويل ما عندوش اي سبب يقول ان هو سك. ماشي ماشي. في اكسبشن طبعا لكل حاجه، يعني الكلام مش بيبقى ماشي سيمبل كده يعني. تمام؟ اه تمام يا دكتور. اوكي طيب. احنا اهو زي ما حالات قلنا البرولونجد جونتس اوف نيوبورن برولونجد يعني اكتر بيرزيستنت اكتر من اسبوعين. لو برولونجد طبعا لازم اكسكلود سبب. طبعا بريست ميلك قلنا ممكن تقعد اسبوعين او 3 اسابيع. تمام؟ ممكن طبعا نشك بقى في دايما في حاجات بقى تانيه باثولوجيكال زي حالات الانفكشن. ممكن فيسيولوجيكال وخاصه لو بريماتيور لان الانزيم بتاعته بتبقى اماتيور. تمام؟ طبعا حالات الهيموليسيس كلها او ديكريز الكونجوجيشن، اي سبب بقى يعمل لي او حاجه عامله لي اوبستراكشن، اي سبب يعمل لي باثولوجيكال. يعني انا لو عندي جوندس اكتر من اسبوعين لازم اشك الاول في حاجه باثولوجيكال قبل ما اقول ان هي برولونجد فيسيولوجيك جوندس. تمام؟ طيب طبعا لازم برضو في الاسسمنت انا اشوف هل معاه بالون ولا لا، عشان اشوف هل هو معاه هيموليتيك انيميا ولا لا. تمام؟ طيب الكالر بتاع اليورين والستول اهو زي ما كنت بتسال. فاول ستيج بتاعت الهيباتايتس اليورين بيبقى فيه اكسس يورو بايلونجين. تمام؟ لان انا عندي هيحصل لي دي كونجوكيشن للبيلروبين ويتحولي الى يورو بايلونجين، انا عندي اكسسيف. اليورو بايلونجين ذات نفسه لو هو كارلس يعني ملوش لون، مجرد ما يتعرض للاير هيتحولي الى حاجه اسمها يورو بايلين، وده اللي هيديلي الاورنج ان كلر. اليورين بيبقى اورنج كده نفس لون الايه التست تيوب اللي احنا حطيناها دي. تمام؟ ده بيحصل ليه نتيجه اللي هو ديكريز الابتيك الري ابسورب سيركيوليتنج يورو بايلونجين باي ذا ليفر سيلز. احنا قلنا ان جزء من اليورو بايلونجين بيدخل تانية الى الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن. تمام؟ وجزء منه بيحصل له اكسكريشن في الايه في اليورين. اللي مش هيدخل في الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن انا عندي اكسسيف يورو بايلونجين عمال يطلع لي هينزل لي كله معظمه في اليورين. تمام؟ اليورو بايلونجين ذات نفسه ما هوش كلر، ملوش لون كلر لس. اول ما يتعرض يعني مجرد ان انا هسيب اليورين شويه في الاير هيتحول لي الى يورو بايلين، وده اللي بيديني الاورنج كلر. طيب دكتور معلش، هو ده كده ايه علاقته بالهيباتايتس؟ يعني كده ليه المشكله في الليفر؟ لا يا دكتور مش فاهم لا ثواني دلوقتي اليورو احنا عند انا عندي لو انا عندي حاله هنا مش هيبقى فيه سبب. هنا لو انا عندي كونجوجيتد بيليروبين لو مشكله في الليفر مش هيديني اكسسيف يورو بايلونجين في الستول. ليه؟ في اليورين مش هيديني اصلا يورو بايلونجين. بالظبط. ايوه ما هو بيقول بقى هنا ايه الستيج. معلش دي لا هي معلش دي مكتوبه مش صح، ان هي دي في حالات الان كونجوجيتد بيليروبين ما عنديش هيباتايتس خالص. تمام تمام.
دكتور مش احنا قلنا ان في الهيباتيتس الكونجيجيتد بيزيد، فعادي يعني ممكن يبقى في يوري بايلنشن ولا ايه؟ عادي يبقى في يورو بايلنجن، بس اكتر يورو بايلنجن اكتر بيظهر في حالات الانكونجوجيتد، بس ممكن يبقى موجود في الهيباتيتس. انا مش عايزاكم تتلخبطوا. المهم يا دكتور يعني انا الحته دي ابقى عارف فيها ان اليورو بايلنجن لما بيزيد بيديني الاورنج كولر في اليورين، صح؟ بالظبط تمام. بس برضو انا عايزاكم تعرفوا ان اكتر اليورو بايلنجن بيبقى موجود اكتر من حالات الانكونجوجيتد بالروبن اكتر. هو مش موجود في الكونجيوكيشن، لان احنا قلنا ان هو بيتحصل له يعني بيتحول الى يورو بايلونجي. طب تعالوا نكمل، وبعد كده انا هديكم جدول يفرق لكم ما بين اليورو بايلونجي والكونجيوكيشن تمام. طيب خلينا نجيبه الاول. بصوا يا شباب، احنا دلوقتي عندنا لو عندي انا قصدي هنا بالبلوروبين اللي هو الكونجوجيتد بلوروبين في الجدول ده تمام. لو لقيت بلوروبين النورمال هلاقي فيه كونجوجيتد بلوروبين في اليورين ولا لا؟ لا كله هينزل في الاستول المفروض. ايوه لان هو هيتحول الى ايه؟ الى يورو بايلونجي، صح؟ تمام هيتحول يورو بايلونجي، ده النورمال تمام. يبقى ما عنديش كونجوجيتد بلوروبين، كونجوجيتد بلوروبين كله بيتحول الى يورو بايلونجن تمام. تمام خلاص. يبقى النورمال ان انا ما عنديش كونجوجيتد بلوروبين في اليورين تمام، وعندي يورو بايلونجن نورمال تريس في الايه في اليورين، هيبقى بوزيتيف لليورو بايلونجن. ماشي. طيب لو انا عندي حاجه عامله هيموليسيس هيبقى انا ماشيه في الباسوي بتاعي عادي، بس هيدينا اوفر برودكشن للايه يعني يعني الميتابوليزم هيبقى اسرع، هيفضل يديني يورو بايلونجين يورو بايلونجين، بس هيديني كونجوجيتد بلوروبين. لا كله هيتحول ليورو بايلونجين. لان هو اتحول الى يورو بايلونجين تمام. تمام خلاص. طيب لو انا عندي بقى اوبستراكشن او هيباتيك ديزيز، هل الكونجوجيتد بلوروبين ده وصل للانتستين عشان يتحول ليورو بايلونجين؟ لا تمام. يبقى انا ساعتها هيبقى عندي ايه اللي هيحصل له اكيموليشن في اليورين؟ الكونجوجيتد بلوروبين هو طبعاً. نفسه بقى اللي هينزل في اليورين من غير ما يوصل للانتست، يعني هو مش هيعدي للانتست خالص، بس البلوروبين ده احنا قلنا الكونجوجيتد بلوروبين مستو ان هو ايه ووتر سوليبل، فبيقدر يحصل له اكسكريشن في اليورين بتاعي، لان هو هيحصل هيدوب في الميه فهيوصل للكدني ويحصل له اكسكريشن، بس مش هيعدي على الايه على الانتستين. دكتور معلش هجيب لكم الرسمه تاني. هي مش كده دكتور الصوره كانت صح ولا ايه؟ الصوره كانت صح الصوره. ايوه هجيب لكم الرسمه تاني. تمام. انا عندي هنا الكونجوجيتد بلوروبين تمام، انا حصل لي كونجوجيشن للايه، انا وصلت ان حصل لي كونجوجيشن للايه للبلوروبين صح كده تمام. طيب كونجوجيتد بلوروبين ده قلنا ان هو بيوصل عن طريق البيليال تراكت، يوصل للايه للكونجوجيتد بلوروبين ده بيروح للانتست ده الطبيعي تمام، وبعد كده يحصل له جزء للستيركو بيتحول الى يورو بايلوجين، بيتحول للايه ينزل في الاستول، وجزء منه بيروح لليورين وجزء منه بيروح للانتيرو هيباتيك سيركيليشن تمام. طيب لو انا عندي السكه دي مسدوده، الكونجوجيتد بلوروبين ده هيروح فين؟ هيروح للبلاد بقى، هيروح للبلاد، والبلاد يروح فين؟ للكيدني، وبعد كده بيكسكريتد في اليورين بس كده، يبقى مش هيعدي على الايه على الانتستين تمام. دكتور وده كده دارك يورين ووايت ستول صح؟ في حالات الاوبستراكشن بقى هيديني دارك يورين نتيجه لوجود الكونجوجيتد بلوروبين اللي هو المفروض ما يبقاش موجود في اليورين، وايت ستول عشان وايت ستول عشان ما فيش التيركو بايلونجي. دكتور احنا بقى لو رجعنا للصوره بقى للسلايد اللي كانت مفتوحه، الهيباتيك ديزيز دي مقصود بيها ايه؟ هيباتيك اوبستراكشن ولا هيباتيك ديزيز في السيلز يعني؟ في السيلز نفسها. طب ما لو في السيلز نفسها هي كده مش هتكون كونجوجيتد بلوروبين. ليه؟ ما احنا قلنا الانزيم نفسه سليم.
يعني هي هي ملهاش علاقة يعني. طب هو لو السيلز بايظة هي كده معناها ان هي مش هتوديها يعني للديودينم؟ هي دي المشكلة يعني هنا؟ هيبقى في ديفكت بقى في الاكسكريشن نفسه، هيحصل لي اكيوميليشن لكونجوجيتد بيلروبين، بس في جزء منه هيحصل يعني. انا هقول لك على حاجه، هيحصل لي الكونجوجيتد بيلروبين ده هيزيد عادي، في جزء منه هينزل عادي للستول تمام، وجزء تاني وهي الكونجوجيتد بيلروبين ده هيحصل له اكيوميليشن كمان، ممكن يحصل له ري ابسوربشن، هيزيد بقى في البلد، ومن البلد هيوصل للايه؟ لليورين، هيعمل له دارك يورين. تمام تمام خلاص. يعني انا عندي في لو ما فيش اوبستراكشن وعندي هيباتيك ديزيز تمام، يعني عادي هيعدي، هيبقى في عندي ستيركوبايلوجي، بس هيبقى عندي اكسسيف كونجوجيتد بيلروبين، هيحصل له ابسوربشن في السكه الثانيه بتاعه البلد، ومن البلد هيروح لليورين، وبالتالي هيبقى عندي كونجوجيتد بيلروبين زي حالات الهيباتيتس اي. تمام طيب نرجع تاني للسلايد بتاعتنا. دكتور معلش، في هيباتيتس بيحصل ايه؟ الهيباتيتس ازاي في اكسس عندي ايه؟ ما سمعتش حته اكسسيف كونجكتيف بالروبن الديزيز. احنا قلنا السيلز نفسها هيبقى فيها عندنا اكيوم، يعني الكونجكتيف بالروبن هو اللي هيبقى اكسسيف، لان انا عندي مرحله الكونجكتيف بالروبن خلاص، الكونجكيشن خلاص ماشي، هيبقى عادي جزء منه هينزل في الانتستين وهيدينا ستيركوبايلوجين، بس الاغلبيه العظمى هيبقى هيحصل هيوصل بقى للبلد، ومن البلد هيروح للكدن. تمام يعني زي الاوبستراكشن شويه ولا الاوبستراكشن؟ مفيش خالص ستيركوبايلوجين السكه. انا فاهمه، بس حضرتك قلتي معظمه كده كده هيروح للكدني برضو، فبرضو هيبقى عندي دارك يورين. هيبقى عندي دارك يورين اه ماشي، بس الستول مش وايت، مش وايت اه. تمام تمام تمام، يبقى فهمتوا الجدول ده؟ يبقى انا النورمال ان انا ما عنديش كونجوجيتد بيلروبين في اليورين تمام، يبقى نيجاتيف، بس عندي تريس يوروبايلونج. لو انا عندي حالات الهيموليتيك يبقى ما عنديش برضو كونجوجيتد بيلروبين، يبقى عندي يوروبايلونج، واليوروبايلونج ده لما بيكسبوز للاير بيدينا يوروبايلين، وهو اللي بيدينا الاورنج كلر بتاع الايه؟ اليورين. تمام طب دكتور، في الجدول ده في الهيباتيك ديزيز مفروض بقى اليورو بايلانوجين يبقى ديكريزد مش نيجاتيف صح؟ ما هو نيجاتيف او ديكريز اه بقى نيجاتيف دي يعني مفيش خالص. لو عندي سيفير مش هيحصل بقى خلاص، لو عندي سيفير ليفر ديزيز ممكن يحصل لي ان هو يبقى عنده مفيش. تمام 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 ماشي اوكي ماشي، فهمنا كده خلاص تمام. يبقى انا عندي الستور، لو انا عندي سبب في حد الكلام هيبقى اكسكريتد يورين، بس مش يورو بايلينوجين، هيبقى اكسكريتد كونجيجيتد يعني في حالة ايه؟ الهيباتيك ديزيز والبيليري اوبستراكشن. الهيباتيك ديزيز اه، الهيباتيك ديزيز والبيليري اوبستراكشن هيبقى عندي في اليورين كونجيجيتد بلوروبين، وما عنديش يورو بايلينوجين او عندي قليل. تمام ماشي. طيب الستول بقى، لو انا عندي حاله بري هيباتيك يعني حاله ان كونجوجيتد، الستول كلر هيبقى ايه؟ نورمال. تمام الهيباتيك هيبقى اللايت بتاعه ممكن يبقى فاتح شويه بس في ستين، انما البوست هيباتيك او في اوبستراكشن هيبقى كلير كلي يعني ما فيهوش ستين خالص. بالظبط يا دكتور بالظبط. معرفش مني ايه بصراحة، ابو كانوا بيقولوا لنا ان بيحصل بري كاباسيتي معينة للكونجيجيشن. ايوه بس السبب هيبقى ان كونجيجيشن، بس ايه يا دكتور؟ ان كونجيجيشن يبقى مني الليفل. حضرتك فاتحة تو مايكس، حضرتك فاتحة المايك على الناحيتين في صدى الصوت.
تمام، انتوا كده شايفين السلايد صح؟ يا دكتور تمام. بس دلوقتي انا عايز اعرف في البي هيباتيك ليه البليروبين او الكونجيجيتد بليروبين بيبقى نيجاتيف؟ الكونجيجيتد بليروبين هيبقى نيجاتيف لانه هو حصل له ميتابوليزم عادي، كمل في سكه الاستيركو بايلونجين، اتحول الكونجيجيتد. انا ما عنديش ديفكت في الميتابوليزم في الاكسكريشن، انا عندي ايه ميلي غالبا هيبقى سبب اوفر برودكشن او قلنا اي سبب من اسباب الانكونجيجيتد. ما يا دكتور الاوفر برودكشن ده هيخلي الكونجيجيتد بليروبين برضو يزيد، هيتكون هو الكونجيجيتد بليروبين هيتكون بس هيحصل له ميتابوليزم في الانتستين ويتحول يورو بايلونجين وستيركو بايلونجين. دكتور هو قصده ان انا دلوقتي لما الانكونجيجيتد بيزيد فبالتالي الكونجيجيتد بيزيد فبالتالي اليورو بايلونجين بيزيد، فاكيد الري ابزوربشن بتاعه للسيركيليشن هيزيد، فالكلر بتاعه يبقى دارك شويه في اليورين او يبقى بوزيتيف في اليورين. الله عليك. لا ما هو هو الكونجيجيتد بليروبين هيتحول الى ستيرك، انا ما عنديش ديفكت يحول لي الكونجيج، يمنع مرور الكونجيجيتد بليروبين من الليفر للانتستين، فهيتحول لستيركو بايلونجين ويورو بايلونجين، يبقى الزياده عندي يورو بايلونجين. تمام تمام. هو اليورو بايلونج دي ممكن تخلي اليورين كولر شويه، احنا قلنا اليورو بايلونج لا سيبك من اليورين كولر دلوقتي. تمام. ده ما هو هيخلي لي دارك برضو لان هو اليورو بايلونج لما بيتعرض للهواء بيدينا يورو بايلين وده لونه اورنج او دارك شويه. ايوه طبعا هيبقى لونه برضو دارك، بس سبب ايه الدارك؟ يورو بايلونج مش كونجوكيتد بالروبين او يورو بايلين مش كونجوكيتد بالروبين. الري ده بيبقى اليورين كولر بتاعه نورمال، الايه اللي هو البري هيباتيك. اليورين مش هيبقى نورمال، قلنا يا جماعه اليورو بايلونجين ده لما بيتعرض للهواء بيدينا اورنج كولر دي يورين او بيبقى دارك يورين، يعني اليورين برضو هيبقى دارك في حالات الهيموليسيس او حالات الاوفر برودكشن بس السبب مختلف. تمام. يعني الجدول ده كاتب دارك بناء على ان لو في دايركت بليروبين هو اللي عالي. تمام. لان هو معتمد اكتر ان اليورو بايلونجين ده بيبقى لونه بتاع ده اسمه ايه اورنج كده، مش دارك اللي هو اللي هو لون الشاي ولا لون العرقسوس بتاع الكونجوكيتد بليروبين. تمام. بس بيبقى لونه متغير مش اليورين بتاع العادي بتاعي اللي ما فيهوش يورو بايلونجين خالص. تمام. فهمتوا؟ او طبعاً. بمعنى اصلا ما قلنا اليورو بايلونجين ذات نفسه ليه كولر؟ لا ملوش كولر. امال ايه اللي ليه كولر؟ هو انا جبت شويه يورين كده وحطيتهم في الهواء وهو فيهم يورو بايلونجين هيبقوا لونهم بعد كده غامق. ليه؟ لان هو بالاير نفسه بالهواء نفسه بيتحول ليورو بايلين، واليورو بايلين ده هو اللي ليه لون. بس لو انا لسه واخده العينه دلوقتي من طفل ممكن الاقيها نورمال. هو طبعا اول ما بيعمله هيبقى يتعرض للهواء بيبقى يديني لون اليورو اللي يتحول الى يورو بايلين لانه يعني اكسبوز للهواء على طول، بس هو في نفسه كلر لسه. اتلخبط صح؟ لا لا تمام يا دكتور. بس انا على هو انا عندي حالات اوفر برودكشن هيدينا دارك يورين بس نتيجته ايه؟ اليورو بايلونجين اللي بيتحول باكسبوز للهواء ليورو بايلين. ماشي؟ بس اليورو بايلونجين ذات نفسه ده ملوش لون. وصلت كده؟ دكتور يعني الترم دارك يورين معناه كونجيجيتد بليروبين ولا؟ دارك يورين معناه كونجيجيتد بليروبين. تمام؟ اوكي؟ طيب ده الكلر بتاع الستول اهو الكلي او الوايت كلر بتاع الستول وده النورمال طبعا بتاع اللي فيه ستين. طيب التحاليل اللي احنا قلنا نعملها حالات الجونديس زي ما قلنا احنا طبعا لازم نعمل توتال ودايركت او ده اللي بيطلع لي وانا بخصم منه الاندايركت ايه بليروبين بطرحهم من بعض. تمام. بعد كده بعمل اي حاجه تقول لي على السبب من خلال ان انا عملت فيزيكال اكزامينشن او انا عملت ايه خدت هيستوري، يعني انا لازم اعمل سي بي سي علشان اشوف هل معاه انيميا ولا لا، ريتيكولوسايد اشوف معاه هيموليسيس ولا لا، لو انا شاك ان هو نيوبورن والام معايا بلاد جروب هعمل للبيبي والام بي بي او ار اتش. تمام. او اي سبب مش بعمل ليفر فانكشن تيست
انا قلت لسه هقوله تيست في اي سبب يقول لي بقى في خلال الهيستوري الاكزامينشن بتاعي ممكن اعمل ليفر ان. لو انا شك بقى ان الحاله دي كونجكتيف هعمل ليفر تيست طبعا. لو انا شك ان حاله هيمولسيس هعمل سي بي سي. ما مش معقوله هعمل كل التحاليل لكل الديفرنشال دايجنوستس اللي احنا قلنا عليه. عشان كده لازم اخد هيستوري كويس واعمل اكزامينشن كويس. تمام تمام. يعني انا مثلا هنا نعمل كومز تيست لو فيه هيمولسيس, انا اعمل ليفر انزيمز, ونعمل ثايرويد فانكشن لو انا شك ان السبب هو, ممكن يبقى اعمل الترا ساوند لو انا شك ان انا عندي اوبستراكشن بيلياري اوبستراكشن. يبقى على حسب الهيستوري الاكزامينشن بتاعي هعمل بقيه الايه الاكزام. بس ما ينفعش طبعا ما اعملش توتال ودايركت بلوروبين عشان اشوف هو كونجكتيد ولا ان كونجكتيد. تمام. طيب كده تقريبا خلصنا. هنقول بس الجوريزم في الاخر يسهل لنا الموضوع شويه. لو انا عندي نيو بورن نيونيتال اول 28 يوم من العمر, تمام, هنشوف السيفيريتي بتاعه الايه الجونتس. يعني انا هشوف اعمل له كلينيكال اكزامينشن كويس, اشوف البيبي ده ال ولا لا, واشوف هل معاه اي سبب ولا لا. وطبعا لازم اعمل له بيليروبين توتال وايه ودايركت. تمام. بيختلف طبعا الجيستيشن اللي هو عمر البيبي نفسه, هل هو بري تيرم ولا فول تيرم, عشان بتختلف الايه التريتمنت نفسه بيختلف هل البيبي ده بري تيرم ولا فول تيرم. وطبعا الايج قلنا بناخده بالساعات, لو اقل من 24 ساعه بيختلف عن تاني يوم او تالت يوم, بيختلف لو انا البرسيستنت اكتر من اسبوعين او تلات اسابيع. تمام. لو البيبي ويل او بتختلف عن ان ويل عشان اشوف هل هي فيسيولوجيك ولا باثولوجيكال جونتس, هل معاه اي ريسك فاكتور, هل الام مثلا معاه في عندي هيستوري في العيله ان انا عندي هيمولسيس, هل عندي الام انفصلتها او هل هيبقى عندي اي بي او انكومباتيبلتي. تمام. او وعلى حسب بقى الكوز هشوف الايه التريتمنت. طبعا التريتمنت في النيو بورن بيختلف على حسب عمر البيبي ووزن البيبي والليفل بتاع الايه الجوندس ده نفسه. تمام. طب لو طفل بقى كبير شويه, طيب لازم معانا اعمل طبعا هيستوري والريسك فاكتور اللي قلنا عليها كلها, وهعمل له فيزيكال اكزامينشن. لو انا في الهيستوري والفيزيكال اكزامينشن لقيت سبيسيفيك دايجنوزس بالهيستوري والفيزيكال اكزامينشن, يبقى انا هعمل على طول الكونفيرماتوري تيست اللي انا شاكه فيه. طيب لو ما لقيتش سبب, هيبقى انا هعمل قلنا التوتال والدايركت بيلروبين. احنا قلنا الكونجوكيتد بيلروبين لو لقيت الدايركت بيلروبين اكتر من 2 ملي جرام بير ديسيليتر او اكتر من 20% من التوتال بيلروبين, يبقى غالبا دي حاله كونجوكيتد هايبر بيلروبينيميا, وهكمل بقى في سكه الديفرنشال دايجنوزس بتاع الكونجوكيشن. لو انا لقيت الكونجوكيتد اقل من 20% من التوتال او اقل من 2 ملي جرام, يبقى دي حاجه ان كونجوكيتد. طيب ان كونجوكيتد هايبر بيلروبين, يبقى احنا قلنا ايه, يبقى في ديفكت عندي اوفر برودكشن, يا اما ديفكت في الابتيك, يا اما ديفكت في الايه في الكونجوكيشن ذات نفسه. يبقى هعمل سي بي سي وهعمل ريتيكلوسايد عشان هشوف عنده هيمولسيس. تمام. وهشوف هل معاه هيمولسيس ولا لا. لو معاه هيمولسيس يبقى هشك بقى حاجات الهيموليتك زي حالات الايه اوتوميون هيموليتك, او هل هي هيرديتري انيميا زي حالات الثلاسيميا. تمام. او السكل, او هيبقى عندي مثلا جي 6 بي دي, اي حاجه بقى تعمل هيمولسيس. او على عندي ما عنديش هيمولسيس, يبقى انا هشك مثلا هو عندي معاه انفيكشن, او هل هو معاه ديفكت في الكونجوكيشن او في الاوبتيك زي ما قلنا. طيب لو هو كونجوكيتد بالروبين, يبقى انا طبعا هشك ان هو يا اما حاجه عامله اوبستراكشن, يا اما حاجه في الليفر فانكشن ذات نفسها. يبقى اعمل هنا لازم اعمل في الحاله دي ليفر فانكشن تيست زي حالات زي ال ال سي والاي سي تي والالكالين فوسفاتيز والالبومين جلوكوز والبروثرومبين تايم. طيب تمام. طيب لو انا لقيت ال ال تي والاي سي تي عاليين قوي ماركتلي اليفيتد والالكالين فوسفاتيز مايدلي اليفيتد, تمام, يبقى انا غالبا ده حاجه في الليفر سيل ذات نفسها. يبقى في الانفكشن زي حالات الهيباتيتس اي او البي, او حاجه ميتابوليك ديزيز اوف ذا ليفر, او حاجه عامله لي توكسيستي للاي دراج توكسيستي مثلا. طيب لو لقيت الاي ال سي تي هم اللي مايلدلي اليفيتد والالكالين فوسفاتيز العكس اكتر من 3 تايمز النمر هو اللي ماركتلي اليفيتد, يبقى غالبا ده حاجه عامله اوبستراكشن, ولازم بقى اعمل له الترا ساوند عشان اشوف السايت بتاع الاوبستراكشن. بس كده. في حد فهمتوا حاجه؟
بس انا عندي سؤال بس، هو دلوقتي الكوزز كتير اللي موجوده في المحاضره دي، يعني اعرف بس يعني مثلا عنوان مثلا هيموليتيك، ولا اعرف بقى كل تفاصيل الهيموليتيك ولا ايه؟ لا 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 مش كل تفاصيل طبعا. زي ما انا يعني مثلا احنا قلنا حاجات الهيموليتيك مثلا اكتر حاجه مثلا السيكل السلاسيميا، يعني نختار الكومون بس، انما كل التفاصيل دي لا. تمام زي الكومون انا كنت بقولهم ده، اللي انا كنت بقولهم دايما في المحاضره، انا كنتش بقراهم كلهم يعني، الحاجات الكومون بتاعت كل حاجه. تمام المهم بس تبقوا عارفين الفرق الكونجوكيتد عن الانكونجوكيتد والاسباب، تمام، والابروتش اللي المفروض يتعمل عشان اقدر افرق ما بين الايه السبب والتاني. تمام ماشي. ولو شفنا اي حاله جونتس المفروض انا هعمل لها ايه، او هقدر يعني امشي في السكه بتاعتها ازاي. تمام ماشي. هو الموضوع مش بالسهوله دي، بس يعني حاولت ابسطه لكم على قد ما اقدر. تمام دكتور، بس سؤال هو دلوقتي حضرتك قلت لي لما الليفر اللي بيبقى ماشي فيه هيباتيك ديزيز بس تبقى انزيم موجوده فبيحصل كونجكت هايبربلوربيا، الحته دي مش فاهمها ليه؟ مش فاهمه ليه؟ مش يعني هو دلوقتي هو المفروض الكونجكيشن ده بيحصل في الهيباتوسايت، طب دلوقتي لو في ديزيز في الهيباتوسايت دي ازاي بقى هتعمل كونجكيشن؟ ما هو انا عندي الانزيم اللي بيحول لي الكونجكيشن للانكونجكيت، هو ما هو بس ما ممكن الاقي كمان الانكونجكيتد عالي، لان هو مش هيعمل لي كومبليت كونجكيشن، الانزيم برضو هيتاثر بعد كده. يعني دلوقتي يعني لو عملت الاقي كونجكيتد وانكونجكيتد بس ملي هلاقيها كونجكيتد، زي الديفينيشن انا قلت افرض مثلا عيان جاي لي صفرته 15 مثلا، تمام، توتال سيرم بيلروبين بتاعه 15، تمام، عشان اقول ان هو كونجكتد انا محتاجه بس 2 من ال 15 دول يبقوا دايركت والباقي كلهم هيبقوا اندايركت. يعني مش هيحصل لي كومبليت كونجكيشن زي النورمال، لا انا جزء كبير عندي مش هيحصل فيه كونجكيشن، لا حصل فيه افكشن للليفر سيلز. تمام اوكي فهمت. يعني هي اصلا كده كده الكونجكتد الكونجكيشن الكونجكتد هايبر الكونجكتد بالروبين ده بيبقى اصلا نسبه قليله، فمجرد بس ما انها تعدي يعني تمام انا فهمت تمام. عشان كده احنا لازم لازم نحسب، هو لازم ادور الاول هو كونجكتد ولا لا، عشان ما يبقاش مثلا عندي ولد صفرته مثلا 15 الكونجكتد بتاعه 5 وبقيه العشرة كلهم انكونجكيتد، واقول ان ده حاجه من اسباب الانكونجكيتد. تمام احنا قلنا لو اكتر من 2 ملي جرام بس، حتى لو صفرته 20 او 30. تمام بس لو جينا قارنا بقى الكونجكيتد هايبر بيليروبينيميا بتاعه الهيباتيك ديزيز ومثلا البيلي اوبستراكشن، هنلاقي كونجكيتد بيليروبين اعلى كتير جدا في الاوبستراكتد، صح؟ غالبا لان هو مش هيعدي كله اصلا. تمام اوكي تمام اوكي. في اي اسئله تانية؟ شكرا لك. العفو، كل سنه وانتم طيبين.